بسم الله، بسم الله والحمد لله والله أكبر. وأقم الصلاة، أي ما هو قال واستقم، هنا قال وأقم الصلاة، فنفس اللي كان بالدنيا يقام الصلاة. الصلاة مش كنقر الدياكة، الصلاة تحضر بوجود الله مستسلما له محبا له مؤمن به مؤمن بغيبه وأنه مجرد. وأقم الصلاة طرف أي النهار ودون من الليل إن الحسنات بدون السيئات. تكون هذه الفكرة هذه موجودة في آخر سورة الفرقان الذي سلمه، إن الحسنات بدون السيئات ذلك ذكر ذكي. أي الكبرى هي الكل، هي الرابيل بور سو كي فول أفوار أن غرو مورسو دو رابيل. وبعد شكر ربي سنرى ذلك في أسرع